طبعا برضه في 2002 دي كانت البدايه في بطوله او بدايه المواجهات الصعبه في بطوله امم افريقيا بالنسبه لك. نزلت اعتقد بدل عمرو فهيم في الشوط الثاني في كاس الامم الافريقيه 2002. مظبوط. وكان كنت ماسك راس حربه قوي جدا اسمه باتريك مبوما لو فاكره. طبعا بوما اسطوره من اساطير الكره الافريقيه ولاعب كان مبدع ولاعب جميل واسطوره حيه فعلا في الكره الافريقيه ومنتخب الكاميرون. طبعا واحد من الاسود اللي كانت بتلعب لمنتخب الكاميرون يعني. طيب خلينا نشوف باتريك قال ايه لوائل الجمعه ونرجع نكمل. Elle allait être effective à partir de janvier 2003. Oh, le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick magique Mboma! Stratosphérique! Féerique! Fantastique! On n'a plus de mots! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France! Extraordinaire! Hello, well, this is Patrick Mboma. You remember me for sure. By the way, the first thing I want to say, you know where is your best position? On TV, on TV. Yeah, I like when you're on TV, always smart, not like me today. No, it was a pleasure to play against you, to see you playing, winning titles, and so on. You're a true legend of African football, not only Egypt, and I do appreciate the person you are and the player you were. Take good care my friend. جميل جدا. اشكره طبعا باتريك مبوما زي ما قلت لك اسطوره من اساطير الكاميرون ولاعب كان صاحب شخصيه في الملعب وصاحب تاثير على الفريق. عنده القوه البدنيه المميز بها اللعيبه الافارقه وعنده الموهبه وعنده المهاره. فبصراحه واحد انا بستمتع كنت اتفرج على باتريك مبوما وكان في نهايه مشواره وانا كنت لسه في البدايه. فانما كنت سعيد الحظ طبعا جدا ان انا العب ضده وتواجدت معاه في اكتر من حدث على مستوى الكره الافريقيه الفتره اللي فاتت. فشخصيه جميله كمان تحب تقعد معاه يعني وتستمتع بالكلام معاه يعني. وهو تقريبا هيمسك منصب مهم في الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي جايه او مسك بالفعل ان هو اصبح نائب او مرشح قوي خلال ايام قليله جدا هيتم نائب المدير التنفيذي او السكرتير العام في الاتحاد الافريقي. يعني يستحق زي ما قلت لك يستحق طبعا رمز للكره الافريقيه وعمل صنع تاريخ في اوروبا. لعب في انديه في اوروبا كتير ولعب وكان علامه من علامات المنتخب الكاميروني زي ما قلت لك اسلامي.